المفروض ان احنا الاتنين كان بينا امان وكانت بينا وعود، ان احنا الاتنين يا ما قلنا لا يمكن حد فرقنا حدود. ليه قلت لي عشقك بجنون؟ ليه تخدعني؟ ليه بتخون؟ ليه بتحب مدام حتضيع؟ ليه نحلم والحلم يضيع؟ ليه تحلف لي وبتوعدني وتقربني وتعودني وبترغمني وبتأيدني بحب مالهش أساس وجود؟ ليه حياتك حب وفرح وتملى حياتي جراح ودموع؟ عايش تاني في الوهم سنين، رحلة حب وشوق وحنين، كانوا عيونك ليه خاينين؟ كان قلبك وضميرك فين؟ ليه تحييني وتموتني؟ ليه تبنيني وليه هدتني؟ ليه شدتني وليه خلتني امشي معاك في طريق مسدود؟ بتكسرني وبتهزمني وبتجرحني وبتقسمني وبتجبرني وبتلزمني عهدك وما توفيش بعهود؟ ليه؟